بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان وخاصة مشاهدين تلفزيون قطر، أحييكم بأجمل تحية مع المتعة والفائدة وبرنامج مدارس في كل حلقة نستضيف مدرستين يتنافسون أكيد على معلوماتهم الثقافية والجغرافية والتاريخية، ولكن التي تخص قطرنا الحبيبة. بنروح مع بعض علشان نتعرف على الفريق الأول من المتسابقين ومع مدرسة الإجمالية الإعدادية المستقلة للبنين بعد هذا التقرير. خير وصف لمدرسة الإجمالية المستقلة للبنين أنها خزانة الجوائز وجدارية الشكر والتقدير والامتنان. ويواصل 55 مدرساً وإدارياً الجهود الحثيثة للحفاظ على المستوى العالي الذي عرفت به المدرسة بالاعتماد على 170 طالباً في 14 صفاً ما بين ابتدائي وإعدادي وثانوي. إيش شايف؟ شوف صوت مثل الشعر الأخير. أيوة، هذه خلايا عضلية. هذه إيش؟ خلايا عضلية. تمام، شكلها متطاول مثل الألياف. صحيح. مستعد؟ يلا جو. وتتواصل الخطوات الواثقة في درب النجاحات والتميز. رحبوا معي مع مدرسة الإجمالية الإعدادية المستقلة للبنين. مرحبا، نتعرف على أسماءكم. سعيد راشد، محمد جابر، محمد عادل، ونتعرف على الفريق الثاني ومدرسة مساعيد الإعدادية ولكن بعد هذا التقرير. مدرسة مساعيد الابتدائية الإعدادية المستقلة. نبدل الأجيال رقم 2 ورقم 4. عبد الرحمن قاسم. ليش؟ يس. باقي بي عمران تشيرفول يحيى. Everybody cuts off. Imitates. Works out. Works out. تمثل مدرسة مساعيد الابتدائية الإعدادية المستقلة بيئة تعليم مثالية تحكمها قيم أصيلة تلبي تطلعات المجتمع. ويقوم 50 مدرساً متميزاً من كادرها الكفوء بتأهيل 319 طالباً ليحققوا رؤية المدرسة في خلق جيل متفوق دراسياً واجتماعياً. رحبوا معي مع مدرسة مساعيد الإعدادية المستقلة للبنين.
حياكم الله شباب. نتعرف على أسماءكم. علي مطهر، عبد الله ناصر، أسامة عارف. يا هلا مرحبا بكم معنا في برنامجنا. مستعدين؟ مستعدين. شلون همتكم معلوماتكم؟ قوية. قوية والقوية الله إن شاء الله. يلا نبتدي مع بعض ونقول بسم الله. المرحلة الأولى. المرحلة الأولى يا شباب عبارة عن كلمة غطينا حروفها على كل حرف يوجد سؤال. في حالة إنك جاوبت الإجابة طبعاً من بعد ما تضغط على الزر، إذا جاوبت إجابة صحيحة راح تحصل على نقطة، وإذا جاوبت إجابة خاطئة راح تخسر نقطة. بسم الله الكلمة الأولى، ومعنا الحرف الأخير. السؤال يقول في أي مدينة توجد محطة تحلية المياه؟ مدرسة الجميلية، رأس لفان. تشاورتوا يا مدرسة الجميلية؟ أكيد. تأكد. مسعيد. مسعيد. مسعيد يا مدرسة الجميلية. مسعيد. تأكد. إجابة خاطئة للأسف. رأس أبو فنطاس. يلا الحرف اللي بعده اللي هو الحرف الأول، والسؤال يقول سباق يجري سنويا في منطقة الشحانية، مدرسة مسعيد. الماراثون. اللي هو ماراثون في الشحانية. سباق الخيول. الخيول. أيوة. الشحانية. جمال. تشاورته. الجمال. أرسالك على حل. الجمال. تشاوروا. الجمال ولا أنا ما برا شفت سياق إلا ما رحنا رحت الجمال. يلا. الجمال نقول عليها إيش سباق إيش؟ سباق الهجن. الهجن. سباق الهجن. الهجن. أيوة. والأبل. وإجابة صحيحة. صبر. يلا. طبعاً قدرتوا تخمنون الكلمة إيش؟ أول حرف هذي شنو؟ يلا معلش. البطاقة الثالثة الحرف الثالث. السؤال يقول ما المسرح الخارجي الموجود في كتارة؟ كلنا نروح كتارة. مسعيد. مسرح خارجي موجود في كتارة. رحمك الله. مسرح ال مسرح قطر الوطني. مسرح قطر الوطني؟ أقول لك في كتارة يا رجال، تقول لي مسرح قطر الوطني؟ كتارة. مسرح الفنون. في كتارة بتخسرون النقطة إذا إجابة خطأ. مسرح الفنون. إجابة خطأ وخسرتوا نقطة. مدرسة مسعيد الإجابة عفوا أي مسعيد كانت الإجابة المكشوف. المسرح المكشوف. عرفنا الكلمة. للأسف مش من حقكم إنكم تجاوبون هالإجابة لأنكم ما عرفتوا الحرف. يلا بنعوض. الحرف الرابع من الكلمة، ما اسم قطعة القماش التي كان يلفها الرجال حول أجسادهم؟ يلا يا مدرسة مسعيد. سمعك بحق الله. يلا. قطعة القماش هذيك وزار. الكلمة هامور. وزار. قولي الإجابة الأول. الإجابة الوزار. الإجابة الوزار. أيوه. واحدة لي. وزار. الإجابة هي. الوزار. أيوه. القماش اللي يرتديه اللي يلفها الرجل حول جسده هي. الوزار. والكلمة هي؟ هامور. والإجابتين صحيحتين. يلا ننتقل لكلمة ثانية. يلا يا مدرسة الجميلية. مدرسة مسعيد. يلا الحرف الثالث، الاسم المتعارف عليه لهيئة الأشغال العامة. الاسم المتعارف عليه لهيئة الأشغال العامة. تقدرون تستنبطونها يعني من نفس السؤال. يلا. الجمالية. الأشغال. تأكد. الأشغال. اتفقتوا على الإجابة؟ متأكد؟ أشغال. أشغال؟ متأكد. وإجابة صحيحة الجمالية. يلا الحرف الأول، اسم يطلق في الخليج على التل الرملي. تل الرملي موجود في مكان. الجمالية. هضبة. إحنا نبغيها باللهجة القطرية.
سمر الله خلاص سمر الله باللهجه القطريه حازم سمر الله خلاص سمر الله خلاص سمر الله هني هي كانت الاجابه ما يصير انكم تجاوبوا حازم تل 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 رملي تل رملي يلا سريع طعس تاكد طعس عطني اجابه نهائيه طعس 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 تاكد تاكد واجابه صحيحه في حالة لو جاوب فريق ما يصح للفريق الثاني انه يضغط على الزر. ان شاء الله. يلا. الحرف الأخير. جزيرة قطرية معروفة اسمها مأخوذ من أحد أقسام السفينة. مدرسة أم سعيد. جزيرة حلول. هل 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 في السفينة يوجد قسم من أقسام السفينة اسمه حلول؟ شرعية تأكد في جزيرة عندنا اسمها شرعية ايه قول بس تأكد ايوه وين مكانها اشترانا يعني بس احنا نعرف ان في جزيرة بس انا ما اعرف مكانها انزين لو قلتها صح لو انت يعني قربت منها بس لو لفظتها صح بعطيك نقطة جزيرة الشمال يلا الشمالية شراء شراعية شراء شراء شراعون شراء شراعون انا بحسبها لكم صح بس هي جزيرة شراعوه شراعوه معلومة شراعوه اذا قدرتوا تخمنون ايوه طفاش ايش؟ لا 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 طفاش الاجابة خطأ طشاش بس ما ركز يلا يلا الحرف الثاني الاسم الذي يعرف به المها العربي في قطر مدرسة أم سعيد تخسرون إذا كانت الإجابة خطأ انتبه غزال يلا بسرعة ها ها يلا كل غزال بس يلا انتهت 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 لا غلط الإجابة كانت لوضيحي لوضيحي وطبعا الكلمة طلعت اللي هي طواش وبهالشكل وصلنا لنهاية الفقرة الأولى خلوني أذكركم بالنتائج أن مدرسة الجميلية الإعدادية حصلت على نقطتين ومدرسة أم سعيد الإعدادية حصلت على نقطة تقدرون أكيد أنكم تعوضون ولكن في المرحلة الثانية المرحلة الثانية يا شباب هي عبارة عن مشهد بتشوفونه مشهد فيديو عليكم انكم تركزون وتلاحظون تنتبهون للأرقام والمعلومات الموجودة في هذا المشهد خلاص؟ اتفقنا؟ يلا نروح نشوف المشهد الوكرة تقع مدينة الوكرة ما بين الدوحة ومسيعيد وتبعد عن الدوحة حوالي 15 كيلومتر ومنذ أن تأسست بلدية الوكرة عام 1972 والمدينة تواصل التطور والازدهار كما تحتفظ بالبيوت التقليدية والمساجد التي تمثل العمارة القديمة ويعتبر نادي الوكرة القطري الذي تأسس عام 1959 من أعرق النوادي القطرية ويوجد في الوكرة مرفأ لصيد الأسماك ومكتبة الوكرة العامة التي تأسست عام 1985 ومستشفى الوكرة التابع لمؤسسة حمد الطبية ويضم كل الاختصاصات الطبية هاي يا شباب ركزتوا؟ يلا مع بعض نشوف الأسئلة 72 58 آخر واحد بدو يا شباب كم تبعد الوكرة عن الدوحة؟ مدرسة الجميلية 15 كيلو كملها 15 كيلو متر صح متأكد؟ تأكد وإجابة صحيحة سؤال اللي بعده متى تأسست بلدية الوكرة؟ 1972 تفضل يا أم سعيد 1972 تأكد؟ تأكد 100% 100% لأنكم أم سعيد يعني والوكرة قبل؟ وإجابة صحيحة طيب نعجبك سؤال للفريقين متى
تأسس نادي الوكرة الرياضي؟ 1959. تأكد؟ تأكد. مسلسل مسعيد؟ نعم. تأكدين؟ 1959. وصح، إجابة صحيحة. مسجد العمارة، مسجد العمارة. يلا السؤال، لمن يتبع مستشفى الوكرة؟ إجمالية دوس بسرعة. يلا، لمن يتبع مستشفى الوكرة؟ أنا سألت السؤال، منتظرة الإجابة. يلا بسرعة. لا ما يمكن. أولو مجلس الصحة. يلا مجلس الصحة. للصحة، للصحة، تتبع مجلس الصحة. يا سلام، أكيد تتبع للصحة، بس هي مؤسسة حمد الطبية. أنت تتبع مؤسسة حمد. وإجابتك خطأ. الإجابة الصحيحة مؤسسة حمد الطبية. سلام، لا تستعجل. يلا السؤال، هدوء يا شباب. السؤال الأخير، متى تأسست مكتبة الوكرة العامة؟ مدرسة الإجمالية. 1985. تأكد؟ تأكد. 85 أكيد؟ أنا كأني سمعتها غير. 1985. متأكد؟ وإجابة صحيحة. سلام عليكم. عادي عادي. انتهت المرحلة الثانية. أذكركم بأن مدرسة الإجمالية الإعدادية حصلت على 4 نقاط، ومدرسة مسعيد حصلت على 2. أكيد بإمكاننا إن إحنا نعوض، أكيد بإمكاننا إن إحنا نعوض النقاط، ولكن في المرحلة الثالثة بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، وأكيد نذكركم بأن مدرسة الإجمالية الإعدادية حصلت على 4 نقاط، ومدرسة مسعيد حصلتوا على 2. بإمكانكم يا مدرسة مسعيد أنكم تتعوضون الخسارة، وما عندنا حد خسران أكيد، ولكن في المرحلة الثالثة. شباب، المرحلة الثالثة عبارة عن سؤال عليه 4 اختيارات، عليكم انكم تشاورون وتعطوني إجابة. طبعا بنستغنى عن الجرس، خلال 15 ثانية بتكون إجابتكم. مستعدين؟ لا، من غير ما تضغط على الجرس. بيكون السؤال أولا لمدرسة الإجمالية. السؤال يقول، أي المدينتين تقعان جنوب الدوحة؟ هل هي الوكرة ورأس لفان، رأس لفان، ولا مسعيد والخور، ولا الخور ودخان، ولا مسعيد والوكرة؟ يلا تشاور تشاور لو سمحتي. مدرسة الجمالية. يلا مدرسة الجمالية، الوقت. مسعيد والوكرة. متأكد؟ متأكد. 100%؟ 100%. و إجابة صحيحة. سؤال مدرسة مسعيد ونعوض. ما معنى برزان؟ المكان المنخفض، المكان المستوي، المكان المتغير، المكان البارز. برزان. الله تعرف. يلا الوقت. برزان. الوقت يا شباب. يلا. المكان البارز. متأكد؟ متأكد. برزان. من المكان البارز. تغير. أكيد. تغير. أكيد. تغير. أكيد. أكيد. وإجابة صحيحة. سؤال مدرسة الإجمالية، ما هو اليلم باللهجة المحلية؟ هو القلم، هو المقص، هو المطرقة، العصا. القلم. هل تشاورت مع زملائك؟ القلم. 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 متأكد؟ متأكد. يا مدرسة الإجمالية. قلم. 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 القلم. معروف. معروف إن القلم. يلا. إجابة خاطئة للأسف. الإجابة الصحيحة هي المقص. يلا السؤال مدرسة مسعيد. السؤال يقول، ما التصميم الذي سيكون عليه استاد البيت الذي سينشأ في مدينة الخور؟ خيمة، بيت شعر، برج. هيرو هيرو. قبة. خيمة خيمة. ما نقول خيمة. خليني أشوف مرة خيمة.
يلا الوقت. استاذ خير اقول خير سمع الله. يلا عطوني اجابه. سمع الله سمع. سمع الله خيمه. يلا خيمه. ايوه. على اي اساس؟ ان في ملعب بيكون على شكل خيمه. ان في ملعب فريق 22 سيكون على شكل خيمه. تاكد من هالاجابه؟ تاكد. اللي يعجبني ثقتك. واجابه خاطئه. استاد البيت من بيت الشعر. إجابة كانت بيت الشعر. يلا السؤال مدرسة الجمالية. انتشاور هالمرة. في أي منطقة يقع مسرح قطر الوطنية مدرسة مساعيد هدوء؟ كتارة، اللؤلؤة، الكورنيش، الدفنة. يلا يا مدرسة الجمالية. ولا مرة رحتوا رحلة ولا الكورنيش. مرة وانتوا وين؟ الكورنيش. متأكد؟ متأكد 100% إن شاء الله؟ إن شاء الله. وأحسبها لك صحيحة. مدرسة سعيد عرفتوا وين مسرح قطر الوطني يقع؟ لأن من شوية قلتوا لي في كتارة، الحين عرفتوا؟ على الكورنيش. نعم. السؤال لكم يا أم سعيد، كم يبلغ عدد قباب مسجد محمد عبد الوهاب؟ أكيد صلينا فيه. 25 قبة، 70 قبة، 75 قبة، 95 قبة. وانت رحت تصلي هناك عديت القبب؟ لا طبعا. لا طبعا. تأمل. الأولى يمكن أقل واحد. يلا 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 الوقت. 25. 25 ان شاء الله. يا رجال يا رجال 25 بس في المسجد الكبير العريض. 25. يا سلام. إجابة خاطئة. صفك له. الإجابة الصحيحة هي 95 قبة. سؤال الأخير. أداة طبعاً لمدرسة جمالية، أداة حجرية كانت تستخدمها جداتنا لطحن القمح، تذكروا كذي؟ ما هي؟ الرحى، المطرقة، السندان، الماكينة. ها دائما يبون هالاشياء في رمضان لو تلاحظون، او في الاشياء التراثيه. الرحى. اديني فرصه. طيب يلا قول الاجابه. الرحى. تاكد. 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 واجابه يا مدرسه الجماليه صحيحه. السؤال الاخير لمدرسه مسعيد، ما الجزيرة التي تقع جنوب جزيرة العالية وعلى مسافة 5 كيلومتر من خط الساحل؟ السافلية، شراعو، البشيرية، الإسحاط. السافلية ولا شراعو؟ أقرب أقرب خلي ربي هذا شراعو. صدقكم؟ السافلية ولا شراعو؟ ولا السافلية ولا السافلية؟ السافلية. تأكد؟ إن شاء الله. قريبة من الساحل هي يعني. اللي هي؟ شراعو. مش شراعو اللي من شوي قلتها شراعي عدلناها لك شراعو. ها سافلي. تأكد؟ تأكد. وإجابة صحيحة يا سعيد. سوى الناس. وبهالشكل وصلنا لنهاية الحلقة. وأذكر حضراتكم بأن مدرسة الجمالية الإعدادية حصلت على 7 نقاط، ومدرسة مساعيد الإعدادية حصلت على 4 نقاط. وأكيد في برنامجنا ما في فايز وخسران، الكل فايز والكل رابح، وهدفنا هو أن احنا نعرف عاداتنا وتقاليدنا الحلوة الجميلة مع تاريخنا وجغرافيتنا. اتفضل أحد أفراد مدرسة مساعيد من المتسابقين أنه يأخذ من عندنا من تلفزيون قطر شهادة تقدير. تفضلوا. نشكركم على معلوماتكم اللي أثريتوها في حلقتنا. سريع. شكرا شكرا. تفضل. وطبعا المدرسة الفائزة معانا في هذه الحلقة كانت مدرسة الجمالية الإعدادية المستقلة. أحد الطلاب لو سمحت يتفضل يأخذ الجائزة. حصلت مدرسة الجمالية على درع من تلفزيون قطر وكذلك شهادة تقدير بالإضافة لجوائز مادية. تفضل. مبروك. مشاهدينا الكرام أشكر لكم حسن المتابعة.
مع المتعة والفائدة والمعلومات القطرية في برنامج مدارس.